السلام عليكم شباب، ويا هلا ومية هلا بربعنا الطيبين، ورجعنا وياكم من جديد. وادري بيكم وشفت تعاليقكم كلها، فرات اريد طيور، فرات اريد. يا اخوان، هو مقطع واحد على طلب المتابعين، قال لنا يا ابو فرات صور لنا اجواء عاشور، صورنا لهم وابتلينا. هسه الطيور ما شايفينها انتم، مو هاي هال 24 ساعه المريضه حتى ما لها خلق روحها. لا كذب كذب، صار زينه. رجعنا وياكم من جديد. اول ما نبدا وياكم هنا انا ويا الجماعه، شنو اخر اخبار الجماعه فرات؟ لا جديد، طابا من التنفسيه، يعني تقريبا ما اقول لكم 100% بيهن، بعدين بيهن تنفسيه اي بيهن، بس يعني نقدر نقول صحه زين. بس اخوان هذا ديش مش ماله، هذا كل خير ما بي، والله العظيم لا يكفش لا شيء. ذيش الدجاجه كتله، بس هي ذيش مو اخته يعني، لا ذيش اكبر من عنده، فتكتله ما ادري شنو فوق الهيبه، وشوف اللي شوفه يقول يعوفه ويخاف منه. نوبه شو طلع ما بي خير، والله ما ادري بلكه طلع عاد. وهذا هم ما ادري شنو قصته، يعني هالايام شويه مو ما يعني بالي ما هو يمهن، عرفت شلون؟ حتى انه اشوفهم قاعد يكفش، لا ما ادري. والمفروض السمانه مبيضه اليوم، لانه يمكن هي امس واليوم خلينا نعطي هاي 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 هاي. يا سبحان الله، بنت الحلال بذكرها، بنت الحلال بذكرها، والسلطانيه لازم هم مبيضه، لانه اخر بيضه بيضتها بيضه صغيرونه. معقوله قطعت شنو حق البركات خمس بيضات؟ اي والله ماكو. حياكم الله، رجعنا وياكم من جديد. هسه ما عندي شيء ومتفرغ، ف اريد اسولف لكم اللي قاعد يصير. شنو الذكر مال البطريق قاعد يتزاوج ويا هاي البطريقه الكبيره، هاي البطريقه هاي شوفوها قاعد يتزاوج وياها هسه حاليا، وقاعد يكفش بيها، وبعد قاعد يتزاوج ويكفش بهاي الفرخه الثانيه. وين هالفرخه الثانيه؟ وين هذيك؟ ذيش الملحه، الملحه تعرفون هالملحه، هم جاي يكفش بيها. الخضيري امس يكفش بهذا النية الخضيريات، هسه انا شنو؟ بعد قلت لكم انه هذا النايلون كله تبطط وشقق، وحتى صار منظره ما يفيد. فايش راح اسوي؟ راح اشيله كله، راح اشيله، بس ما راح اصور لكم، راح اشيله واكمل، والنوبة اصور لكم شلون راح يصير شكله، يعني نرجع على القديم، حتى بس يصير عندنا فرغه مباشره. انا عندي سيراميك، بس اجيب شيس اسمنت ونرتبه، اريد ارتبه ترتيب كلش حلو هاي المره. ظلوا وياي. شلت النايلون، بس ما اسولف لكم الدود اللي طلع جوا النايلون، هذا الدود الارض الاحمر شايفينه اللي يطلع جوا التراب، طلع متروس، بس شين الدجاج كله كله. نسحب الصواني ده لحظه. اي فمثل ما قلت لكم انه هذا الدود الاحمر اللي هو دود الارض، ما اسولف لكم ايش قد طلع هنا جوا النايلون، مو على الرطوبه. شوف هذا شحالات هنا، هاي يعني يخبل هو، بس مشكله قلت لكم اكثر شيء انا خفت على السياج اخوان، قلت لا يطيحون. راح اغسله كلش هسه، حتى راح اجلفه على مود هاي الصيانه كلها تروح، عرفت شلون؟ على مود لا مثلا ولو هو اصلا البط وهاي الخضيريات وهاي يموت عليه، يموت عليه هذا الصيان، لان بيه هواي حشرات وهاي. بس انا اريد اغسله كلش حتى هاي ما تظل بعد. شوف ايش حالاته صار هسه، راح اغسله غسله معدله واترسه ماي والنوبه ارجع له. تعال غسلته، غسلته بالمكناسه، فركته فرك، بس ظل هذا شلون الخياس، بس هذا ما ياثر شلون، يعني انا اقول لكم القاع انصبغت بالخياس هذا، فهذا ما ياثر ما عليه شيء. ناخذ لنا فد كم يوم بس، خلي خلص عاشور حتى نفرغ. وعندي هنا قلت لكم عندي سيراميك زيتي، وراح اشتغله سيراميك، حتى راح نطيع علو جزء عالي اسوي هيك، عرفت شلون؟ يعني نسوي كلش كبير هيك مرتب، بلكي اذا زاد عندي سيراميك نسوي لنا فد نافوره، فد ترتيب حلو، حتى نبدي شوي شوي. راح اترك مواضيع الترتيب كله هسه لحد ما بعد لما ما تخلص الزياره وتخلص الاربعينيه كلها. سجين هنا أنا يم الحمام. طبعا انا امس مفقسات، قبل لا احكي، امس جيت لقيت البيض مالهن منقر، فهسه ذيك بيضه طالعه. جيد خلص، صار مطيار قدامكم هذا حتى يتونسون عليه. الكينج والحمور والزواجل، هذا شوفون كل طارن. ذاك الزاجل الكبير الابو، ابو خشم بعض المتابعين يسمونه،
هسه عجوع احنا عجوع، لو شبعانات لا قبل يحطون هنا عجوع. انا لحد الان ما عارفهم. هاي ما بيها مجال راح يحطن كلهم. فهذا نطبون هنا على كل. يلا خلنا نلفهم. هاي القونية شوفوها. وعاتي على حطتها لان 50 كيلو هاي. هاي حطن الجماعة. وهاي الطاسة الثانية مال الحنطة راح نذبها جوه. لانه عندنا زقة احنا. هذا وين طالع؟ هلا وهلا هلا وهلا وشون استهتار؟ هلا وهلا شو تسوي طالع؟ حسبالي جاي زقه هسه شوف كنا مقتول مدري جوعان مدري شبيه شنو هاي ما زقاته؟ شو حالته حاله؟ عجيب زقاته زين والله ما ادري ايش بيه بس هو زين يعني صحته زينه بس وجسمه زين ومزقوق بس مو كل هاي. نشوف هنا هذا شنو الاخبار. هاي البيضه شوفوا هاي البيضه ما شاء الله ما شاء الله شوفوا ما شاء الله. خلينا نشوف والله خلينا نشوف شنو راح يطلع. شوف البيضه الثانيه شنو اخبارها هم منقره شوفوا شوفوا هم منقره بس شكله راح يتاخر. بس اخوان لا تخيلون شلون كبير 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 ما شاء الله كبير يعني هذا عمره يوم اليوم طلع كبير ما شاء الله. الله يعلم شنو من خلقه راح يذب لنا. هذا الزاجل الزاجل على الكينج اللي هو وينه. هذا الزاجل هذا الابو هذا الزاجل الابو على الكينج. هاي اثنين اتن ضخمات. يلا خلي شبعان خلي نشوف هاي شنو وضعه الاحمر. طبعا البيض مال السلطانيه تدرون انتم ما يشد فما شد. فهسه الحجيه قالت لي اعطيني بيضه خلنا نكسرها حتى نشوفها اذا كان بيها يعني البيض ملقح او لا. فهسه كسرت هاي البيضه قالت هاي البيضه ملقحه. شوفوا هذا البياض هذا شوفوا يعني شوفونه خلي اقرب لكم ما واضح ما واضح اي هذا. المهم هذا البياض شوفوا هذا هذا. فهسه تقول هاي البيضة ملقحة فما اعرف بس هو كان الديش مريض. هسه لا صحته زينة معقولة انه كان ما جاي يعني شلون مثل ما تقول يكفشها عدل فما نعرف. نعطيه مجال على التكريك الجديد. راح اخذ بيض جديد واخلي بالفقاسة بس على مود نفحص اذا كان البيض يشد او ما يشد. عرفت شلون حتى نشوفه يلقح او ما يلقح. هسه هاي اول سيراميك راح نخليها. يا الله بسم الله ما. رجعنا وياكم. وهسه اليوم صار عمر البيض بالفقاسة 7 ايام. شوفوا صار وين انا وين قاعد اصور. صار عمر البيض 7 ايام. فهسه راح نفحصه لكم. طبعا البيض مال العرب بيه افراخ والبيض مال السلطانية طلعته طلعته وذبيته لان ما بي افراخ. فهسه خلي نفحص البيض سوا تعالوا. هسه طفيت الضوء حتى يبين. خلي نفحص البيض. بسم الله هاي اول بيضه. بسم الله شوف شوفوا اشتغل الضوء مال الفقاسه لان فتح الباب. على العموم شوفوا هاي النقطه السوداء قاعد تشوفون اراويكم هاي النقطة السوداء هذا الجنين. عمره شقد؟ عمره 7 ايام. خلي نفحص البيضة الثانية. هاي البيضة الثانية خلي نوخر هاي. هاي البيضة الثانية هم بها جنين ما شاء الله شوفوا شوفوا نفس الشيء عمر البيضة 7 ايام. هاي النقطة ما ادري ليش ما جاي يوضح بالتصوير ما اعرف. طبعا هاي الشرايين وهاي كلها مبينة
خلينا نفحص ذيك البيضة الثالثة. بسم الله، هاي البيضة الثالثة، هاي البيضة ما شادة، شوفوا شوفوا هاي البيضة ما شادة، هاي هم نطلعها. خلينا نشوف بيض السمان، ولو انا فحصته بس ما يبين، عرفت شلون؟ ما يبين يعني شويه لونه ازرق. هسه راح اراويكم شلون لونه ازرق. شوف شوفون شيتم؟ اي ها ها شوفوا، والله ما ادري يا جماعه هذا بي ما ادري ما بي، لان لونها اخضر. قاعد تشوفونها شلون صايره نصين؟ شوفوا، والله ما ادري. على العموم خلينا نشوف واحده ثانيه، والله نفس الشيء. اذا نفس الشيء معناته شاد. خلينا نشوف والله، كل شيء ما يبين، الله وكيلكم كل شيء ما يبين. انا ما جاي اشوف ترى، مو حسبالكم نفسكم. ماكو، خلينا نفحص غيرها. هذا البيض الازرق مال السمانه، البيضه اللي ماتت هم ما يبين، يمكن شاد اخوان، يمكن شاد وبي افراخ، والافراخ كبيره، لان البيض مال السمان مثل ما تعرفون هو 18 يوم مده التفقيس، يعني 17 يوم يبدي البيض ينقر حتى تطلع الافراخ. بس انا اكو قضيه اللي هي انا ما مرتاح لهذن القلابات، ليش؟ راح يطلع الكتكوت راح يظل مشلب هنا حاش نروح ابين هذن، فهذا القلاب انا بالنسبه لي هسه فاشل. يعني يا اما راح اسوي حل مثلا احطن من هذا السيم الناعم شايفينه واخلي جوا، لان ماكو حل يعني، يطيح الفرخ هنا مثلا خلي يظل نص يوم ما ادري بيه، هاي خلاص مات. فوالله انا كلش ما مقتنع بهاي القلابات. وين البيضه هي اللي ما شاده قلنا؟ هاي اللي ما شاده، هاي شاده وهاي شادة، هاي بيضتين شادات، يجوز ذيك ما ملقحة. فعلى العموم انا عندي بيض بس هسه ما راح اخلي. ليش ما راح تخلي فرات؟ لانه انا هسه يعني تعرفون شوية موكب وراح نروح للمشاية للزيارة، فما راح افرغ لهن، فخلوها على ما نرجع من الاربعينية واللم بيض اكثر حتى تصير تفقيسة عدنا عدلة. فمثلا خلي يصير مثلا 100 كتكوت هيك، 100 بيضة مال دجاجة راح نخلي. شوفوا هسه الحرارة الرطوبة 38 وراح تصعد، والحرارة 33، فراح تصعد وتستقر مثل ما مضابطينها. رجعنا وياكم حتى نشوف الفرخ الأحمر. أخ 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 ميت، خطية والله. أنا شفت العصر مثل ما رأيتكم إياه، قلت لكم وضعيته تعبانة. شبي؟ شنو سبب الموت ماله؟ خطية والله، والله ما ادري. هذن بويه، هذن بويه بويه، شلون فقور زرقت بيضن جوا الحمام كله. هذا الفرخ الثاني هم طالع مال الكينج والزاجل، هذن زرقت البيض مالهن جوا الحمام كله، يطلع الفرخ وما اتوفق يموت. بس لان انا شويه ما مخلي بالي وياهن، عرفت شلون؟ انا كنت هنا من كان اللوت هنا كان عندي، كنت هنا مسوي لهن خانات والتفقيس والافراخ خير من الله ومتونس بيهن. بس بعد ما شويه هذا البيت قلت لكم وميت مره عيت، هاي حتى مليت من عتمال قصه البيت، والبيت ضوجني ودكافي شلبت. تعالوا خلينا نشوف الافراخ، نسد الباب لا يطلعن هذا وانه بيألفن. اخوان اجتني فكره، وهي هاي الزاجة البيضه هاليوم جاي تحن للبيض، ماي ما عتهن، خلينا نحطهن هسه. هاي الزاجة الحمراء جاي تحن للبيض هالايام، يعني تريد بيض تقعد عليه، بس ما ادري ليش ما جاي تبيض. فانا قلت بيض السلطانية هسه ما نقدر نخليه بالفقاسة، ليش؟ فرات ما تقدر تخليه، لان احنا هسه شغلنا القلابات ولازم 3 ايام يلا او 4 ايام يلا تبدي وشغل القلاب، فاحنا مشغلين فما نقدر نخليه. فراح نجيب بيضة او بيضه مال حمام من هاي الموجود عندي ونخليه جواها على ما تقف عليها، ونبغى نخلي لها بيضه مال سلطانيه حتى نشوف بدا يلقح الديك ما يلقح. خلينا نشوف هسه هذا الافراخ، راح نشبع نقر هسه من الكينج. هاكم شوفوا حجيه، بس اريد نشوف الفروخ، والله ما نسوي شيء، والله ما ابيع انا بسوق الغزل، والله بس يشوفون الولد. اوي 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 هذا تو طالع، شوفوا اخوان تو طالع كلش. هذا القشر ماله،
خليه هنا. اوقف 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 اوقف. وش 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 وش. هاي هاي. يلا طيحت الحظ. وهذا الثاني شوفوا. بس هم ما ادري ما مسقوقات شنهن. لان هاي اول مرة الزق. رجح. هاي اول مرة الزق. ولج ولج. غرب يومه على الحنية ما شاء الله. عاد بلكي هذا هم يعيشن. لان ما ادري شو هم شكلهن ما عاجباتني. ليش؟ ادري ادري بيكم مش راح تقولوا لي ادري. راح تقولوا لي فرات انت مجوحن. اخوان الاكل هنا اكومه انا يمهن. مو حسبالكم يعني انه انا مجوحن كلش، لا هذا اني مهات الزق اجي اعطيهن اكل هنا الصبح بس الهن اخليه بباب الحلة. اخلي بس الهن حتى يزقن افراخن، انا مو ما اعرف هاي الشغلة. بس قصدي هذني اللي هسه مثل هذن هذن شوف هذا الزوج، هذا الزوج انا مكتره يعني عايفه ما اخليه ما بخليهن اكل وشبعانه، هذني شل مخاليف، وهذن ايش قص صاير المتزوجات وماكو بيض. رجعنا وياكم، ادري راح تقولوا لي فرات شنو القضيه، انت مو قلت انا راح اصور لكم شلون راح نشتغل الحوض. طبعا صارت هواي شغلات وما اسولف لكم شلون ركض ركض هيش اشتغلت ركض. حتى هذا انه انا هنا نقعت سيراميك وسويتها هوسه وتاليها ما اشتغلت بسيراميك، ليش؟ لانه شويه يعني وانا جاي اشتغل صارت عندي شغله. زين بهاي الحاله سيراميك يحتاج وقت. هذا الوقت منين اجيبه انا بالله؟ وبنا موكب منا شو اسمه يعني ماكو فارغه، فصار بهذا الشكل. شوفوا حطيت هنا سيراميكا وهنا هاي صارت الارضيه ذيك هم سيراميك شوفوا. وهاي هنا انا قصت سيراميكا واحده لان ما عندي فل بختل ابخ لانه الماي ما يوصل يعني فوق هنا هم شويه اطيته علو. فبلكت الله يا رب ان شاء الله ما يسرب. يعني هسه انا قلت لكم شغل مضبوط 100%، يعني ترست اسمنت الترس ما صاير. قلت هاي المره بعد كافي خلاص خلي اختم خلي اسوي شغله براسها 60 حظ. فيا رب ان شاء الله اسوي هذا السيراميك ناشف. السيراميك نشف هذا يعني هسه هو قابل للرش انه اقدر انا ارشه بس ما راح ارشه راح اخليه من هنا الباشر. شوفوا شوفوا لحظه شوفوا يعني زين. وانا هاي الاضويه ترى شنو مطفيهن تو ليش مطفيه؟ لان هسه يجن هنا ويدوسن ويخربون علينا كل شيء. فهسه صار مصنصل يعني كانت هاي نقره تذكرون عليها التم هاي الوصله صارت شغله حلوه. انا بالنسبه لي هسه مقتنع بالقضيه بس بقت شغله واحده اللي هي انه كون بعد ما يعبر. يا رب ان شاء الله ما يعبر لانه تعبني هلكني مرمرني. فيا رب يكون هيك. شنو رايكم انتم؟ هاي منها خليتها سيراميك على مود الحائط. احنا اتفقنا اكثر شيء انا نيتي على مود السيراميك على مود الحائط فهاي سويتها سيراميك. لا حد يجي عيب على الشغل ترى لا قبان ولا شيء هيك تجيب ولطش. فهاي النهايه وهذا الشكل النهائي للمسبح مال البط. يا رب ان شاء الله يكون كافي وما راح يسرب. اللي هنا أنا قدروا تعبنا بلايك عمي ولكم لايك ولكم ما يبزز. هاي النخله شبعتني تبزز وانتم لايك ما يبززكم وما تطونه. والاشتراك شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم ويانا. اعيد واقول لا تنسون من اللايك والاشتراك لو راح تحطون بعدك ما حطيت يعني هذا الحكي كله وما حطيت حط حبيبي حط حط حط. لا تنسون من اللايك والاشتراك او دعناكم يدي.